بسم الله الرحمن الرحيم، يا اهلا وسهلا، اهلا بيكم في فيديو جديد على القناه. كتير من الناس بتسالني، احنا شفنا فيديوهات عن طريقه عمل كذا وانواع الابحاث وما الى ذلك، ولكن حتى الان مش عارفين ازاي نبدا في الريسيرش او ازاي نبدا في البحث العلمي، ولكن مش عارفين برضو ازاي يبدا في البحث العلمي. فالسؤال ده جه في ذهني وقلت انا كمحمد لما احب اتعلم حاجه جديده بحب اكون فاهم الاول الاطار العام للحاجه اللي انا بتعلمها، الاوتلاين. يعني مثلا لو انا عايز اقرا كتاب علمي معين او كتاب معين، بحب ان انا اقرا الفهرس بتاعه او الكونتنت بتاعه وافهم كل عنصر من الكونتنت ده ايه. وده بيكون حاجه يعني مشهوره جدا في الكتب الانجليش كلها، ان هم بيحطوا زي الكونتنت بتاعه كده في الاول، وبعدين لو انت قرات العناوين بتاعه الكونتنت وفهمتها هتعرف الاطار العام للكتاب ده بيتكلم في ايه. وبالتالي الفيديو ده احنا حبينا نشرح فيه الاطار العام للبحث العلمي متكون من ايه، علشان الناس لما تحب تبدا تعرف هي تبدا من فين بالظبط، تعرف ايه هي الحاجات اللي المفروض تتعلمها علشان تبدا المشروع بتاعها ان شاء الله. في الفيديو ده هيكون تركيزي بشكل اساسي على الابحاث الطبيه لان دي الخبره اللي عندي من سنين، والفيديو ده هيكون بدايه لسلسله ممتده هنتكلم فيها عن انواع الريفيوهات ان شاء الله. الفيديو الجاي هنتكلم فيه عن السيستماتيك ريفيو ولكن بطريقه تفصيليه مش زي السلسله اللي فاتت. هنتكلم عن ازاي نجيب سؤال بحثي، هنتكلم عن ازاي نقيم السؤال البحثي بتاعنا ده نتاكد ان هو صحيح، هنتكلم على كل الخطوات بتاعه السيستماتيك ريفيو بالتفصيل. علشان كده ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان كل ما ننزل فيديو يجيلك اشعار بالفيديو، وتعمل لايك وتشارك الفيديو ده مع اصحابك. واتمنى ان يكون الفيديو مفيد للناس ان هي تبدا وتاخد خطوه فعليه في البحث العلمي، وده تقريبا الهدف الاساسي للقناه بتاعتنا. طيب خليني ابدا، ايه هو الاطار العام للبحث العلمي او للابحاث الطبيه؟ البحث العلمي بينقسم لشقين، شق برايمري ريسيرش او ابحاث اوليه، وشق سكندري ريسيرش او ابحاث ثانويه. الكلام ده برضو معناه ايه؟ الابحاث الاوليه دي اللي هي ابحاث انت بتطلع النتائج بتاعتها لاول مره، يعني محدش طلع النتائج دي قبل كده، فانت من الاخر بتعمل البحث العلمي علشان تطلع نتائج جديده مش موجوده في البحث العلمي. مش بالضروري تكون جديده كليا، مش بالضروري تكون بريك ثرو او اختراع علمي او اكتشاف علمي محدش عمله في العالم كله، ولكن ممكن يكون نفس التجربه العلميه اتعملت في امريكا انت حابب تعملها هنا في مصر، وبالتالي محدش قبل كده عمل التجربه دي على ناس هنا في مصر، وبالتالي انت اول واحد تطلع النتائج دي. هي دي اسمها البرايمري ريسيرش او الابحاث الاوليه. السكندري ريسيرش او الابحاث الثانويه او لها مسمى تاني اللي هو الريفيوز. الريفيوز دي بتعتمد او سموها سكندري علشان هي بتعتمد على البرايمري. فكلمه ريفيو معناه ان انا بعتمد على الابحاث الاوليه، معناه ان انا لو في مجموعه من الابحاث الاوليه بتغطي السؤال بتاعي اقدر اعمل سكند ريسيرش او اقدر اعمل ريفيو. الريفيو بينقسم لنوعين، النوع اسمه الناريتيف ريفيو او ليه مسمى تاني اسمه الليتريتشر ريفيو، ونوع مشهور جدا اسمه السيستماتيك ريفيو او السيستماتيك ريفيو والميتا اناليسز، ودول هنتكلم عن كل حاجه من دول بالتفصيل في السلسله دي ان شاء الله. طيب علشان برضو نوضح فكره السكندري ان هي بتعتمد على الابحاث الاوليه، ممكن حد يجي يقول لي انا عايز اعمل فكره بحثيه ان هو عايزين نشوف علاج، تاثير علاج مثلا اكس على مرض معين في المرضى المصريين. انا هساله بعد كده ايه هو نوع الدراسه اللي انت حابب تعملها، هل هو يعني ريفيو ولا دي دراسة أولية؟ فهو بيكون الإجابة بتاعته إن هي ريفيو. طيب فأنا بسأله السؤال التاني، هل في برايمري ريسيرش أو هل في أبحاث أولية فعلا قاست تأثير العلاج ده في مصر على مرضى مصريين علشان أنت تقدر تعمل ريفيو أو تعتمد على الأبحاث دي؟ فهو بيكون الإجابة بتاعته لأ. فهو ساعتها بداية السؤال ذات نفسه أو التفكير العلمي ذات نفسه بتاعه متلخبط، يعني هو مش عارف يبدأ بشكل صحيح ازاي. المفترض ان هو لو هيبدأ في ريفيو يكون على الأقل شاف مجموعة من الدراسات الأولية اللي بتجاوب على السؤال بتاع الريفيو بتاعه ده علشان يبدأ يعمل ريفيو بشكل صحيح. طيب ايه هي الدراسات الأولية؟ أنا في 2 فيديوز شرحت فيهم كل نوع من أنواع الدراسات الأولية بمثال، هسيب لكم اللينكات بتاعتهم في الديسكريبشن. ولكن باختصار بسيط، الدراسات الاوليه في المجال الطبي زي الكيس كنترول ستادي مثلا، دي كيس وكنترول، يعني احنا بنقارن ناس كيس مدخنين بناس غير مدخنين، ممكن نقارن ناس مثلا عندهم تليف في الكبد وناس ما عندهمش تليف في الكبد، ممكن نقارن ناس بتلعب جيم وناس ما بتلعبش جيم، ممكن نقارن مجموعه كبيره من يعني حاجه وقصاد حاجه تانية اسمها كيس كنترول. ممكن نعمل نوع تاني من انواع الدراسات اسمه الكوهورت ستادي،
دي على مجموعه من الناس، كوهورت مجموعه من الناس، عايزين نشوف تاثير حاجه عليهم في المستقبل، عايزين نشوف حاجه في الماضي ريتروسبكتيف، ممكن نعمل كيس ريبورت يعني ده عن حاله معينه انا شفتها رير بشكل ما، ممكن نعمل مثلا كلينيكال ترايل تجربه سريريه. كلينيكال ترايل دي حاجه صعبه وما تقدرش انك تعملها بنفسك، فلازم يكون عندك كلينيكال ريسيرش اكسبيرينس كويسه جدا، ودايما بيكون جهات كبيره هي اللي بتقوم بحاجه زي كده. فدي كلها مجموعه من الابحاث الاوليه. من ضمن برضو الابحاث الاوليه ده اللي هو اللاب ورك او الشغل المعملي. الشغل المعملي ده تحتيه تفاصيل كتيره جدا، ممكن شغل معملي يكون كله على الكمبيوتر زي الباي انفورماتكس باي انفورماتكس اناليسز، ممكن يكون شغل معملي مثلا على سيل لاين او مجموعه من الخلايا، ممكن يكون شغل معملي على مجموعه من العينات زي البلاد سامبلز وحاجات زي كده. فكل دي ابحاث اوليه، انا ممكن يكون عندي مجموعه من البلاد سامبلز للناس اللي عندها كورونا وعايز اعمل تجربه معينه، ممكن يكون عندي مجموعه من السيل تيشوز او الخلايا لناس كان عندها مثلا سرطانات معينه، فانا اخدت جزء من السرطانات دي وهعمل عليهم تجارب معينه، ممكن يكون بقى عندي انا مجموعه من ناس عايز اعمل مثلا سيرفي او اناليسز او كويستشنير على جروب الدفعه بتاعي، وحابب اشوف مثلا تاثير ان احنا نضيف لهم حاجه للامتحانات. كل الحاجات دي كلها اسمها ابحاث اوليه. انا لازم اعرف نوع البحث اللي انا عايز اعمله، يعني مثلا احنا قلنا الكيس كنترول، ده معناه ان في كيس وده معناه ان في كنترول، فانا لو عايز اجيب مثلا ناس مدخنين وناس غير مدخنين، فهل انا هقدر ان انا اوصل للناس مدخنين وهل وناس غير مدخنين علشان ابدا التجربه بتاعتي ولا لا؟ وبالتالي قبل ما تبدا التجربه بتاعتك لازم على الاقل تعرف نوع البحث اللي انت عايز تشتغل عليه، وبعد لما تعرف نوع البحث اللي انت عايز تشتغل عليه تعرف العناصر بتاعته ايه وبيتعمل ازاي، وتبدا بقى تاخد الخطوات واحده واحده ازاي نقدر ان احنا نعمل البحث ده، وتسال حد عنده اكسبيرينس قبلك هل الستادي ديزاين او تصميم الدراسه ده هل هو فعلا مناسب او غير مناسب. كل ده ما جاوبش على سؤال مهم، هو برضو ازاي اني ابدا بحث علمي. انا تجربتي مع البحث العلمي بدات وانا طالب، وكان اول حاجه بدانا ان احنا ننشرها او نشتغل عليها هي كانت ريفيو. فالريفيو من ضمن الحاجات السهله انك تبداها، ولكن الصعبه شويه في الببليكيشن بتاعها او النشر بتاعها، وحبذا لو انت تعتمد على حد عنده اكسبيرينس في النشر علشان هو ده اللي هيسرع الببليكيشن بتاعه الناريتيف ريفيو بتاعتك. ولكن الناريتيف ريفيو زي ما احنا شرحنا في القناه هنا في اكتر من فيديو، هو مش محتاج اي تجارب معمليه، مش محتاج اي فلوس، مش محتاج اي حاجه خالص، كل اللي محتاجه مجموعه من الناس. هسيب لكم فيديو برضو ازاي تكون المجموعه البحثيه بتاعتك، وبعدين تبداوا انكم تدوروا على فكره بحثيه وتشتغلوا على الفكره البحثيه دي. الناريتيف ريفيو ممكن الاسهل في النشر السيستماتيك ريفيو، ولكن السيستماتيك ريفيو بيكون محتاج اكسبيرينس شويه في البحث العلمي، وده اللي احنا هنحاول ان احنا نسجله في الفيديوز القادمه ان شاء الله، نعرف الناس خطوه بخطوه ازاي ممكن يعمل السيستماتيك ريفيو ويطبقها على الفكره البحثيه بتاعته لغايه الببليكيشن ان شاء الله. وممكن برضو تبدا بالابحاث الاوليه، ولكن زي ما احنا قلنا الابحاث الاوليه دايما بتكون مكلفه somehow، يا اما مكلفه للوقت والفلوس، يا اما على الاقل الوقت لو في اي جهه اخرى هتمولك بالفلوس، وبرضو النشر بتاعها علشان تنشر في مكان كويس بيكون صعب شويه. يعني اجابه للسؤال ازاي تبدا بحث علمي، هو انك لازم تعرف انواع الدراسات اللي موجوده والهدف من كل دراسه ايه، وبعد كده تبدا تقرا في المجال اللي انت مهتم بيه. وبعد ما تقرا في المجال اللي انت مهتم بيه، خلي بالك لو انت عرفت انواع الدراسات هتعرف ايه هي قيمه كل دراسه وايه هي المعطيات اللي انت محتاج تعرفها من كل دراسه دي. يعني على سبيل المثال انا دلوقتي محتاج اعرف ايه هي الادويه اللي بتستخدم في علاج البريست كانسر على سبيل المثال، وبالتالي انا هعمل سؤال البحث بتاعي عن ايه هي التريتمنتس بتاعه البريست كانسر، فهلاقي فيه كلينيكال ترايلز، هلاقي فيه دراسات اوليه، هلاقي فيه ريفيوز، فممكن اقرا ريفيوز علشان افهم هم بداوا يعملوا او ايه هي بشكل عام الاطار بتاع التريتمنت بتاع البريست كانسر. وبعد كده ممكن تحت كل سكشن من سكشن الريفيوز دي يطلع لي سؤال بحثي معين، فابحث عن السؤال ده من اول وجديد
ويطلع لي تفاصيل اكتر. كل ما يطلع الموضوع متخصص اكتر فاكتر فاكتر بيكون من هنا الفكرة البحثية بتاعتك اللي تقدر تشتغل عليها بشكل صحيح. ممكن يكون الفيديو ده فيه رغي شوية ولكن هنحاول ان احنا ندعمه بتطبيق الفيديوهات القادمة ان شاء الله. فتنساش بقى تشترك في القناة ونشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.